أنا بحكي لك القصة، قصة محمية ضانا. تدور أحداث القصة حول المكان لشغل رحلات وقعدات طيبة، شباب، صبايا، عائلات، بزبط وحلو، شغل تهداية بال، ضباع، ذئاب، واللي ما بيعرف الصقر يشويه. محمية ضانا. تتميز ضانا بتركيبتها الجيولوجية وطبيعتها الخلابة، فيها أكثر من 800 نوع نباتي، والله يزيد ويبارك، ثلاثة منهم ما بتلاقيش زيهم إلا بضانا. وعشان توصل ضانا، تقعد مع الشباب وتبلش تفكر كيف تقنعهم. الأساليب الناجحة، الأسلوب الأول، أسلوب التحبيب والترغيب. يا زلمة، الصبايا هناك بيطيروا، ناخذ لنا كوخين خشب ومنعيش يومين من الآخر، منقلنا معانا وأمورنا فوق الريح. الأسلوب الثاني، أسلوب التهواي وحرق الراس بالعقل وبدون يحسوا. نفسي مره تعملوا إشي مفيد. صار الواحد فيكم قد الجحش ولسه بده اذن، بس شاطرين تحكوا تليفونات مقضينا حب وغرام، والواحد فيكم بمونش على حاله. تزبط، وبس تزبط تتفقوا بسياره مين راح تنزلوا، واللي اوله شرط اخره نور. بتسلموا الغله لواحد فيكم، بتفللوا بنزين، بتتفقدوا هوياتكم وبتغلوها من دوار السابع دغري، زي كانكم رايحين على المطار. توصلوا المطار وبتغطرشوا وبتكملوا طريقكم، اغاني، تسالي، حرق دخان وحكي نواعم. تنبيه، الرجاء الانتباه لدمات سائقين المركبات على السايد الثاني للحمايه من الرادار والمخالفات المروريه. وبعد 165 كيلو توصلوا منطقه اسمها حسينية، فيها جسر واحد، قبل الجسر بكم من متر تستخوها على اليمين وبتبلشوا تبعوا على يمين الشارع، والقارمات صغيرة، ضانا 170 كيلو، وبعد نص ساعة ضانا 180 كيلو. تكتشفوا انه الطريق بتزيد ما بتنقص، والله يزيد ويبارك. بتمروا على قارمة مكتوب عليها أمانة الحسينية تستودعكم السلامة، وبعديها بنتفه قارمة تانية مكتوب عليها أمانة القادسية ترحب بكم. بتقضوها سلامات لتوصلوا مدخل القادسية، وهي المرة تسلخوها شمال، وبعد حوالي 20 متر في كمان مدخل تاخدوا منه يمين، بتضلوا دغري، وأول دخلة بعد اليمين اللي قبله تاخدوا كمان يمين. توصل وزضيات الطريق بعينكم الله توقفوا وتسألوا، ومع أنا بحكي لك القصة، الحياة حلوة والرحلة أحلى. أكمل المثل التالي، اللي أوله شرط آخره نور، مهند تردش علينا، فكك وخليك قاعد ومبسوط بلا وجهة راس، والبنزين غالي أصلا. أنا بحكي لك القصة.